إخوتي وأخواتي، معنا على الهواء أخت خديجة من المغرب. هي اختبرت يسوع المسيح، لكن اللي أثر فيها هو المحبة. فأنا بشجعك إنك تشاهد معنا هذه الفقرة عندما نسمع إلى اختبار خديجة. أخت خديجة، أهلا وسهلا، أنت معنا على الهواء. أهلا وسهلا يا أخ نزار. الرب يباركك، الرب يباركك. أخت خديجة، سمعتي إنه الكراهية طبعا بتسبب القتل والعنف والظلم، المحبة بالعكس بتشفي وبتلمس وبتغفر. شو اللي صار معك كإنساني مسلمة تغيرت حياتك؟ شو السر في هذا التغيير؟ أنا بصراحة بسمع يا أخ نزار أنت بتحكي عن هادو يعني الإرهابيين، أنا بتشفق عليهم. يمكن الناس بيقولوا ليش، أنا بحزن وبكيت من أجلهم لأنهم طاعوا إبليس مش طاعوا الله، وهذا الإشي بيحزن. وأنا بصلي لهم وبدعي للرب يعمل يوري لهم في رؤى وأحلام إيش بيعملوا. التغيير لحياتي، أنا كنت كتير صغيرة وأهلي زوجوني لواحد، وهذا الشخص يعني كان كتير للعنف لإلي، ضربني للموت. واللي غير حياتي يعني كنت في المستشفى، وفي 3 شهور في المستشفى بعاني من يعني كنت خلاص في الاي سي يو. وواحدة من الأشخاص تعرفت عليها في الأوتوبيس في الباص. أنت بتفهم علي يا أخ نزار؟ أنا فاهم عليك يعني. أيوة أخت خديجة، أنا بلطش في العربي. لا مفهوم. بقدر أحكي معك بالمغربي يعني ما في مشكلة. ما في تفهم مشكلة. عليا لبس. بس حاول تحكي أكثر بالعربي عشان المشاهدين. أوكي. فأنا تعرفت على واحدة أخت في الأوتوبيس في الباص، وشفت إشي فيها مختلف جدا جدا. شفت عندها سلام، شفت عندها محبة متغيرة. فهذه الست اللي ساعدتني كثير وورت لي محبة يسوع المسيح. لكن أنا كنت طبعا كتير كتير ضد بأن هي كافرة وما بدي أسمع عن المسيح وعن محبة المسيح. لكن كل ما شفت بالضبط يعني شفت العكس في حياتها، كانت محبة وكانت بتساعدني يعني لدرجة بقول صحيح، هل في ناس زي هذه الست؟ هل في هذه الإحسانية وهذه المحبة في هذه الست؟ وشفت المسيح غمرها بالحب، وشفت يعني كل الأشياء مش إلا بتحكي عنها لكن بالأفعال كمان. فهذه الست لما يعني أنا بدي أكون زيها، لكن ما بدي أغير ديني طبعا، لكن هي يعني أنا استغربت وبقول يعني هذا الإله اللي بيحب أنا بدي إياه. فمن خلال هذه الأخت أعطتني إنجيل وبديت بقرأ عن الإنجيل، واللي شفته في الإنجيل يسوع يعني غمرني وحصرني وسد علي يعني بمحبة غير طبيعية، وتغيرت كل الإشي في حياتي وجيت للمسيح. لكن الرب مش إلا غير فيا يعني جيت للخلاص وبعرف نفسي أنا خلاص حروح للسماء، لكن إشي تاني اللي تغير فيا وهي المحبة جوايا، زي ما حكيت لك عن هادو الإرهابيين واللي بيعملوا. أنا صدقني ببكي وبصلي كل يوم كل يوم لهادو الناس. لكن كمان الرب غير حياتي، بسامح أهلي لأن تزوجت صغيرة، يعني زوجوني صغيرة 16 سنة، وكمان غفرت لزوجي الأول اللي هو حطني يعني للضرب للموت. والرب يعني كمان أعطاني يعني بسامح كثير أشياء. فكنت بحكي يعني لصاحبتي هذه الأخت، بقول لها ليش أنت بتحبني لهذه الدرجة؟ أنا حتى أهلي ما بيحبوني لهذه الدرجة. فقالت لي أنا بحبك لهذه الدرجة علشان المسيح أحبني لهذه الدرجة، فأنا لابد بكون زي المسيح، والمسيح بيقال المحبة أعظم من كل أي شيء. فيعني كثير أثرت في هذه العبارة، وبحثت أكثر وأكثر، وبجد بقول هذه الكلمة صادقة، بصلي كل يوم كل يوم كل يوم، ببكي يعني ببكي للمسلمين. وصدقيني أنا كنت خلاص يعني لما حصل هذا الإشي مع زوجي الأول
كنت بكره الرجال، كنت بكره ما بدي يعني كنت يعني والرفض كمان، لأن لما أهلي طبعا عرفوا بأن أنا جيت مسيحية كان أبويا حي يعني حيذبحني، ولكن أنا يعني سمحت بالمحبة اللي فيها من يسوع. حتى يعني بابا هلا يعني من السنة الماضية بيقول لي ليش يا بنتي أنت حنونة كثير، ليش أنت بتحبينا كثير. فأنا عطيته نفس الرد اللي قالت لي صاحبتي، علشان المسيح أحبني هذه المحبة فلهذا أنا بحبك.